بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، سعدني نتكلم النهاردة على الهيستولوجي أوف ذا ليفر. والهيستولوجي أوف ذا ليفر يعتبر من أهم الدروس اللي المفروض نهتم بيها كتير، لأن في معلومات مهمة هتفيدنا كتير في السنين الجاية إن شاء الله. الليفر يعتبر ميكسد إندوكراين وإكسوكراين جلاند. أضيف على كده إن هو زيه زي بقية كل الجلاند التانية، بتبقى فيه دايما مكون رئيسي اللي هي البارينكيما، وجزء داعم ليها من الكونكتيف تيشو. في حاجه اسمها الاستروما زي كل الجلاند اللي نعرفها او اللي قلنا عليها قبل كده. الاستروما دي اللي هي الكونكتيف تيشو، الجزء بتاع الكونكتيف تيشو اللي هو الاستروما، وعندي الجزء الثاني اللي هو البارينكيما اللي بيشتغل الوظائف الرئيسيه بتاعت الليفر. الاستروما بتاعت الليفر بتلاقيها دايما فايبرس، بيسموها الجليسونز كابسول. بتحس بالبين لان فيها ريسبتورز الاستريتش، لما اللي هي الباسينيان كورباسلز بتبقى متوصله. لما بيحصل ديستنشن للليفر جامد بيحس بيها الانسان، وبتنقل البين في الرايت هايبوكوندريا. عندي كمان في بيطلع من الكبسول في حاجه اسمها الترابيكولي، الفواصل كونكتيف تيشو اللي بتفصل الليفر وتقسمه الى سته، الى لوبس والبيولز. الريتيكولار كونكتيف تيشو بيبقى خفيف وبيبان بالصبغه بالسيلفر ستين. البارينكيما اوف ذا ليفر بقى هي دي اللي بتتكون من اغلبها من الخلايا الرئيسيه في الليفر اللي هي الهيباتوسايتس، وبتبقى دايما مرسومه على شكل هيباتيك لوبيولز. على شكل ايه؟ هيباتيك لوبيولز. هنشوف الشكل جاي. ادي منظر العام في الليفر، في سيكشن في الهيستولوجي بتاع الليفر. شوفوا، هنلاقي في المنطقه الرئيسيه اللي بنتكلم عليها اللي هي الهيباتيك او الليفر لوبيول. الليفر لوبيول اللي هي الخضراء دي مثلا او الصفراء او الحمراء، كلهم واحد. بيتميز ان في المنتصف بتاعها بالظبط في حاجه اسمها سنترال فين. الحدود دي بتبقى اوضح ما يمكن في انيمال زي البيكس، لان في كونكتيف تيشو كتير موجود فيها. اما في الهيومن فحدود الليفر لوبيول ما بيبقاش واضح زي البيكس. ابص على ال ده في السنتر. في الاطراف هنا بيبقى فيها المنطقه اللي فيها البلاد سبلاي، اللي فيها البورتال فين والهيباتيك ارتري والبايل داكت كمان معاه. وشوف دي احد المناطق الرئيسيه اللي بنتكلم عليها اسمها الليفر لوبيول. اللوبيول دي مش مقطع ثنائي الابعاد زي ما احنا شايفين كده، لا دي حزمه. يعني ما اجي ابص لها على الطبيعه الاقيها ماده بالطول كده عامله شكل مجسم، ما هياش ثنائيه الابعاد، فيها جسم كبير. الجسم الكبير ده الخلية الرئيسية فيه هي خلية الليفر أو الليفر سيلز، أو الاسم الأشهر ليها بنسميها الهيباتوسايتس. هيباتوسايت دي خلية غالية جدا وخلية قيمة جدا، وبتعمل آلاف الوظائف بدون مبالغة. بتبقى مرصوصة ازاي هنا جوه اللوبيول ده؟ بتعمل لنا بليتس. البليتس دي بتمشي راديال، طلع من السنتر بتاع السنترال فين ده، وعامله لنا ارينجت كده زي طلع من السنتر وبرانشنج للبريفري. دي اللي هي البليتس بتاعت الليفر سيلز. البليت ده لما تيجي تشوفه بتلاقيه متكون من خليه واحده او خليتين في التخانه بتاعت السمك بتاعه من الليفر سيلز. ده معنى او الشكل العام لكلمه ليفر لوبيول. تعال نشوف مناطق تانية في الليفر. حاجه اسمها تانية اسمها الليفر اسينس. الله، اسينس بقى دي زي الاسينس بتاعت البنكرياس مثلا او السليفري جلاند، يعني ماشي بالظبط كده، لكن اتفقوا على التسميه دي. ايه اللي بيميز الليفر اسينس وليه اختاروا لها الاسم ده؟ قال لك ان في الليفر بيبقى فيه مناطق قريبه من بالبلاد سبلاي اكتر، وخاصة الارتيريال. الارتيريال اللي جاي، ما انا عندي البلاد سبلاي بتاع الليفر في في حاجتين رئيسيتين، في دبل بلاد سبلاي. في عندي البورتال فين، وده بيدي الميجوريتي اوف بلاد سبلاي. الله، طب ده فين؟
فين وبيدي بلاد سبلاي، بيدينا اكتر من 70% او 70 او اكتر من في المية من البلاد سبلاي بتاع الليفر، وده جاي من الانتستين، شايل كل التغذية والاكل اللي بيمتص وبينقله وبيدخله في الليفر، ولو انه دي اكسجينيتد بلاد لكن برضو ما يضرش او بيستفاد منه الليفر. وعندي في 20 او 25% بيتكون بيدينا منه، مين اللي بيغذي الليفر الباقي؟ اللي هو الهيباتيك ارتري. الهيباتيك ارتري بيدينا بقيه، فالحته بسيطه ارتيريال بلاد، والاغلبيه 3 ارباع يعتبر فينوس بلاد. الله، الليفر كده شايل هم كتير. صح، شايل بياخد اغلب البلاد سبلاي بتاعه فينوس، وفي نفس الوقت بياخد كل السموم اللي بنمتصها والاكل الحمل اللي هو كل الميتابوليزم اللي بنعمله للاجزاء الاكل اللي بتوصل دي، هو بيتخلص وبيتعامل معها كلها، بالاضافه الى الادويه، بالاضافه الى التوكسينز، بيقوم بالاف الوظائف. وطبعا الانسان ما يقدرش يعيش من غير الليفر، ده يعتبر فايتال اورجان بدون مناقشه. دي اهميه الليفر عشان كثره الوظائف. هنشوف دلوقتي قدام لما بيحصل ليفر فيلير ايه اللي بيحصل للانسان لما بيجيله كده. الزونز بتاعت الليفر اسينس الاحظ انها متقسمه الى 3 مناطق، زون رقم 1، زون رقم 2، زون رقم 3. قال لك رقم 1 اهي الحته الفاتحه دي اللي هنا، دي المنطقه دي اللي هي ايه زون رقم 1، دي قريبه من البلاد سبلاي. بمعنى ان انا لما بنيجي ندرس باثولوجي بتاع حاجه بتكسر في الليفر، مثلا مرض زي الهيباتيتس، بتلاقيه الحتت اللي قريبه من البلاد بتبقى تقدر تدافع عن نفسها وتعيش اكتر، اما الحتت اللي بعيده اللي ما فيهاش اوكسجينيتد بلاد كتير زي زون رقم 3 مثلا اللي هنا دي، دي زون رقم 3، دي تلاقيها اكتر حته بتبقى لايبل للدمج وبيبان فيها باثولوجي اكتر. الحته دي غنيه بالبلاد ولو انه ارتيريال بلاد برضو قليل مش كتير، والحته دي بتبان فيها الدمج اكتر لانها قريبه من الفينوس بلاد وبعيده عن البلاد سبلاي. والمنطقه رقم 2 دي بتلاقي حاجه انترميديت ما بين زون 1 وزون رقم 3. اعتقد كده احنا بينا اهميه ليفر اسينس. تعالى للمنطقه رقم 3 او المنطقه بعد كده اسمها الليفر، اللي هو البورتال لوبيول. بورتال لوبيول حاجه مثلثه زي ما انت شايف. بتتميز ايه المثلث ده؟ هي كلها هيباتوسايتس ومفصوله بينها وبين بعض بالساينوسايتس. ايه اللي بيميز ليه سموها بورتال لوبيول او اختاروا الاسم ده، او ايه اللي بيميز المثلث ده مع بعضه؟ اللي بيميزه انه بينزل البايل بتاعه في البايل داكت اللي في السنتر هنا في المنطقه دي اللي هي بتاعه البايل داكت، فيها الثلاثي الترياد اللي في البايل داكت وفي الهبات البورتال فين وفي الهيباتيك ارتري، ثلاث حاجات بيمشوا مع بعض هنا في الدايره دي اللي جوه. فعشان هي بتدي بتوصل البايل بتاعها في نفس المنطقه فسموها بورتال لوبيول. تعالى للهيباتيك لوبيول. الهيباتيك لوبيول او الليفر لوبيول ده هي عبارة عن منطقة بتبان لي شوية تخيلية في الهيومن، اقدر ارسمها انا كده بالقلم اهو، ده حاجة imaginary line يفصل لي الحاجات مع بعضها. بيميزها اساسا وجود السنترال فين اهو، لازم يبقى في السنتر بتاعها، وعلى الاطراف الاقي البورتال سبيس او الترياد اللي فيه ثلاث حاجات. يعني ايه ترياد؟ ما انا قلت لك لسه حالا من شويه هذا الترياد، نقعد فوق احسن، هذا الترياد يبقى فيه ايه؟ في قلنا البورتال فين ثلاث حاجات، البورتال فين اللي بيدي اغلب البلاد سبلاي، والهيباتيك ارتري ومعاه البايل داكت، وعشان خاطر كمان الليمفاتيك فيسل يعدي. طيب ده بيسموه البورتال ترياد، لا ثلاثه هم بس اربعه يمكن اكتر كمان، ساعات تلاقي في بعض شعر الفيسلز تانية. في كمان ده في الاطراف، وما بيبقاش واحد، ده بيبقوا ممكن اكتر من واحد. ادي ترياد مثلا فور اكزامبل، هتلاقي ترياد هنا اهو
او بورتال سبيس هنا، احسن نقول بورتال سبيس، وادي بورتال سبيس تاني هنا. مناطق هتلاقي فيها بتختلف من مكان لمكان. ده البيج ليفر، ولاحظت هنا على طول ان اللوبيول هنا باينه. بص الحدود بتاعتها اهو من قبل ما ارسمها، هي مرسومه جاهزه. ليه؟ لان في عنده كولاجين وفي كونكتيف تيشو كتير حوالين اللوبيول، فراسم اللوبيول رسم، وجوه هنا في سنترال فين باين قدامي، وده برضو ترياد اهو على الجنب ماشيين بنفس النظام، بس عنده كونكتيف تيشو كتير. خلي بالك بقى لما بتيجي نتكلم على البلاد سبلاي والحته كالليفر لوبيول بقى دوت، ابص قدامي هنا الاحظ حاجه لما تيجي تفكر فيها. ده السنترال فين، الفين ده جوه في السنتر بتاع الهيباتيك لوبيول، البلاد بيجي من الاطراف هنا من 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 الطرف ويمشي في اتجاه السنتر، يعني البلاد جاي هنا من البورتال فين او قول هيباتيك ارتري، بيكب البلاد بتاعه ينزله جوه الايه الليفر ساينوسويدز. دي ساينوسويد عباره عن سبيسز مليانه بالبلاد بتعدي ما بين الليفر سيلز بتخش هنا. والمقصود بالليفر ساينوسويد ديت انها تمشي البلاد على مهله، لانها بتبقى وايدر عن الكابيلاري اوسع، والبلاد بيمشي فيها بالراحه، يقوم يدي فرصه للايه اكسشينج، هات وخد مع البلاد كتير. بص الاتجاه البلاد هنا بيمشي من الاطراف للسنتر، ده اتجاه البلاد. طيب البايل بيمشي ازاي؟ البايل بيمشي اتجاه العكس، بيمشي بيعمل لنفسه داكت ان بتوين اتنين هيباتوسايتس، ما بين اللي هي الليفر سيلز دي تفتح البايل داكت وتعدي بايل كاناليكيولاس رفيع خالص ويعدي بالعكس، يمشي بالعكس في الاتجاه التاني في الاتجاه ده، يكب البايل بتاعه في البايل داكت في الاطراف. يبقى كده البايل بيمشي من السنتر للاطراف، والبلاد بيمشي من الاطراف للسنتر او سنترال فين. طيب تعال بص معايا هنا للشكل التاني دوت. ده سيكشن بقى على الطبيعه، المنطقه اللي فيها البورتال تراياد او البورتال سبيس. بوضوح شديد اشوف الايه البورتال فين واخد مساحه كبيره قوي، واللي اصغر منه على طول اللي هو الهيباتيك ارتري، ده اللي شايل ارتيريال بلاد، وعندي بعد كده الايه البايل داكت او البايل كنال صغيره داكتيول، وعندي الليمفاتيك زي ما قلت لك في الليمفاتيكس ماشيه برضو في الليفر. طيب تعال بص معايا شوف سيكشنز او تشوف كلام اكتر. تعال بقى للخليه الرئيسيه، الخليه المهمه جدا العظيمه جدا المهمه الى الغايه، من اهم ما يمكن ومن اغلى السيلز اللي عندنا اللي هي الهيباتوسايت. هيباتوسايت دي خليه الى حد ما كبيره في الحجم من 20 ل 30 ميكرومتر، فيها ميتوكوندريا جدا كتيره قوي لان النشاط بتاعها عالي، واحنا ربطنا دايما الاكتيفيتي اوف ذا سيل بوجود الميتوكوندريا. كل ما تزيد الاكتيفيتي كل ما تزيد عدد الميتوكوندريا اللي بتصل عددها لحد 1000 ميتوكوندريا او يمكن اكتر في الهيباتوسايت. فيها عدد ممكن حوالي ممكن 50 جولجي كومبلكس في المتوسط، فيها سموس اندوبلازميك ريتيكولم وده مهم جدا في الليفر هنقول عليه وبيعمل ايه، وراف اندوبلازميك ريتيكولم عشان تعمل لي البروتينز، لان الليفر ده من اهم او هو اهم اورجان بيصنع بروتين في البلاد في 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 الجسم كله. ليه؟ بكل البلاد بروتينز بتاعنا جاي اغلبه من البلاد من الليفر. بعض النيوكلياي بتاعت الهيباتوسايت بتبقى بوليبلويد، يعني ممكن الاقي الخليه الواحده كده الاقي فيها اتنين نيوكلياي اتنين نيوكلياس، وكل نيوكلياس ممكن الاقي فيها نيوكليولس واحده او اتنين جواها، يعني عدد النوايا الاقي فيها ممكن نيوكلياس واحده او اتنين. قالوا ان حوالي 50% من الليفر سيلز بيبقى عندها اتنين نيوكلياي، والنص التاني حوالي بيبقى فيه نيوكلياس واحده بس. الهيباتوسايت بتبقى النوايا بتاعتها زي ما شفنا زمان وكنا بنتكلم، انا نفسي الناس تمسك الهيستولوجي كله على بعضه حزمه واحده مش كل درس لوحده. الفيزيكولار نيوكلياي الخليه اللي بقى نشيطه ف
فالنوايا بتاعتها بتبان ايه؟ فيزيكولار. فيزيكولار يعني بتبقى او او بيسموها اوبن فيس، بتلاقي فيها ايو كروماتين كتير. ايو كروماتين يعني فاتح في اللون. فاتح ليه؟ لان الدي ان ايه بتاعه دايما بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه ترانسكريبشن، عشان كده بيتفكوا الدبل هيليكس من بعضه، بيتفك الهيستونز، فبتلاقي الدنسيتي بتاعته خفيفه، فتبان النيوكليوس باللون الفاتح. وان عملتها بالاي ام تلاقي مناطق فاتحه كتيره في النيوكليوس، فده نسميها اوبن فيس او فيزيكولار نيوكليا. الاقي الليفر سيلز دي بالذات ان بارتيكولر فيها خزان، مخزن بنخزن فيها حاجه مهمه جدا اللي هي الجلايكوجين. الجلايكوجين ده من كتير بشبهه عامل زي الفلوس اللي بنشيلها في المحفظه بتاعتنا ان كان فيها فلوس. طيب الفلوس ديت لما اكون انا عايز احوش، بحوش فلوسي، بعمل ايه؟ بجمعها مع بعضها واحطها على ورق 200 جنيه كبير. طيب اذا كنت انا عايز اصرفها اعمل ايه؟ بفكها على شكل عمله صغيره، جنيهات او ورق 5 جنيه 10 جنيه حاجه كده بسيطه. طب الليفر بيعمل ايه؟ بيحوش الجلوكوز على شكل جلايكوجين، ولما نعوز نصرفه نفكه على شكل جزيئات جلوكوز صغيره، ودي من اهم العمليات اللي بيعملها الليفر. وده هيحصل ان شاء الله لما نصوم مع بعض في رمضان اللي جاي، نشوف الايه العمليه ديت نمارسها. تلاقي نفسك في الصبح اول ما يبتدي النهار شويه جعان، حاسس بالجوع، اول ما يبتدي الهايبوغلايسيميا ده يحصل، ريفلكس على الليفر يقوم يسيح الجلايكوجين، يعمل جلايكوجينوليسيس، يحولها الى جلوكوز، يقوم البلاد شوجر يطلع تاني، ويدار ما دخلك شر، تبص تلاقي نفسك ما انتش عايز تاكل. الليفر سيلز فيها حاجه اسمها اللايسوسومز كتير، وفيها بيروكسيسومز، دي بتقوم بعمليات مهمه في الهيباتوسايت. اخلي بالي ان الليفر برضو زي ما بيخزن جلايكوجين بيخزن حديد. من اهم مخازن الحديد في الجسم هو الليفر، عشان تبقى عارف برضو. الليفر عنده كاباسيتي عاليه للريجنريشن، لكن دايما نقول ايه؟ اذا كان الدمج قليل يبقى ممكن يحصل ريجنريشن. مش عارف نقعد فين، هنا ولا هنا؟ طيب خلينا فوق هنا. طيب نشوف كده الليفر، بقول فيها ريجنراتيف كاباسيتي عاليه. الريجنراتيف كاباسيتي ده هي تبقى بكل ما يحصل دمج، اذا كان قليل يقوم يحصل ريجينريشن ممكن بسهوله، اذا كان دمج جامد قوي سيفير فيبقى صعب ان احنا نصلحه، والليفر بيتهد وبيحصل كتير منه نتيجه لكده ليفر فيلير او ليفر سيل فيلير، من اشهر ما يمكن الحاجات اللي بتشوفوها في الكلينيكال ميديسن. الرات ليفر لسوء الحظ احنا كهيومن ما عندناش قدرة على الريبليسمنت للنورمال ليفر يرجع زي ما كان، شوية الريجنريشن عندنا ليميتد. لو جيت للفيران مثلا للرات، لو قصينا 3/4 الليفر بتاعه 75% ممكن بعد شهر واحد ألاقي الليفر بتاع الرات الفار يرجع نورمال، طبعا لأن هو ممكن حياته صعبة شوية عننا، فإذا حصل له دامج وهو معرض جدا بيرجع بسهولة الليفر بتاعه زي ما كان ويعيش وكذا، لكن احنا طبعا شوية بيبقى المسألة عندنا أصعب. البايل كاناليكولاس دي اللي هي بتمشي، أنا كنت لسه في الدياجرام اللي فات قلت عليها، بلاقي قناة رفيعة بتصنع نفسها بنفسها وتمشي in between الهيباتوسايتس. دي واحدة هيباتوسايت اهي والتانية اهي، وماشيين جنب بعض عاملين بليتس، ما بينهم بتطلعي حته ملهاش لايننج غير هي جوه الهيباتوسايت، ماشيين بينهم وبين بعض حته كده الريجولر، وزي ما عليها مايكرو فيلاي بتفتح في او بتمشي فيها البايل. الهيباتوسايت بذكاء، خليه ذكيه جدا بتشتغل شغل مظبوط، بتطلع البايل هنا في الحته دي في ما بين في البايل كاناليكولاس، تطلعه هنا مش بره ولا في اي حته، لا تنزله هنا في المكان ده بالذات، ويمشي ما بين الفليتس وبعضها لحد ما يكب مع البورتال ترياد في الاطراف زي ما قلت لك في الرسمه اللي فاتت. البايل كاناليكولاي بعد كده في نهايه اللوبيول بتلاقي فتحت بضغط تانية اسمها الهيرنج كانالز، اللي هي معموله من سيمبل كيوبويدال ابيثيليوم، وبعدين يمشي في البايل
داكتيول اللي هي في البريفرال ده ويجمع مع بعضه ويطلع يطلع بايل داكت او الهيباتيك بايل داكت اللي طالعه شايله البايل بتاع الليفر وبتخزنه في الجول بلادر. طيب تعالى معايا بص لحاجه منطقه تانية برضو في غايه الاهميه اللي هي سبيس اوف ديس سي. السبيس اوف ديس او ديس عفوا نقول عليه ديس دي اي اس اس الطريقه الصح سبيس اوف ديس. ديس سبيس عباره عن ايه بتركيبه ايه باختصار لما تيجي تشوف. تعالى نشوف الشكل احسن نشوف الرسمه افضل الرسم افضل من الكلام. لما تبص هنا الرسم الرسمه ديت مهمه جدا ومفيده قوي نفهم حاجات كتير معلومات كتيره بتقول لنا عليها الرسمه دي. من اهم من ضمنها السبيس اوف ديس. السبيس اوف ديس مرسوم هنا باللون الاصفر لو تلاحظ انا رسمه باللون الاصفر معلم عليه باللون الاصفر اهو سبيس اوف ديس. ايه السبيس ده؟ دي الهيباتوسايت اهي الهيباتوسايت هنا عامله مايكروفيلاي وهي لما بتطل ناحيه البلد ناحيه الساينوسويد بتلاقي مطلعه مايكروفيلاي صوابع طالعه تزود بيها السيرفس اريا بتاعها تتعامل بصوره اكتر مع الانفايرمنت اللي حواليها. السبيس اوف ديس مدعوم ببعض الفايبرز الكولاجين فايبر ممكن وكونك تفتيشه على خفيف خالص هنا في المنطقه دي بتلاقي بعض السيلز هنا موجوده خليه مهمه قوي وصغيره جدا في الحجم بتاعها بنسميها الايتو سيلز او الهيباتيك ستيليت سيلز عامله زي النجمه ليها تفريع كتير مفرعه قوي. الخليه المفرعه دي سموها ايه؟ الايتو سيلز او الهيباتيك ستيليت سيلز. هيباتيك ستيليت سيلز هنشوف وصفها بعد شويه لكن بص على دي النيوكليوس بتبقى كبيره كده وواضحه ليفر سيلز وخليه كبيره. ما بين التو ليفر سيلز الاقي فيه ديسموسومز اهي تقدر تشوفها باللايت مايكروسكوب عندك. البايل كاناليكيولاس اهو ولو ان ده صعب تشوفه باللايت مايكروسكوب شويه بيبقى متداري لكن حته فاتحه لنفسها ما بين التو بلازما لما بتوع الهيباتوسايتس. ايه تاني في الشكل ده؟ عندي المكان اللي هو بيجري فيه البلاد اللي هو ده البلاد ساينوسويد الحته المحمره دي جواها الريد سيلز او بلاد سيلز كلها ماشيه. يبقى البلاد وهو ماشي هنا بيعدي البلاد بتاعنا بيخش جوه بيوصل من خلال الساينوسويد عن طريق الاندوثيليوم لانه مخرم زي ما انت شايف في فتحات بيعدي منها السوائل الدم بتخش للسبيس اوف ديس اللي بلاقي فيه الايتو سيلز والايتو سيلز دي بتخزن ليبيدز وخاصه الفات سوليبل فيتامينز زي فيتامين اي مثلا اللي مهم للعين وللفيجن. في برضو بتقوم بوظائف تانية هنتكلم حالا عن الايتو سيلز او اللي هي الهيباتيك ستيليت سيلز. برضو هنا ده السبيس اوف ديس الاقي المكان بتاعه حته صغيره. في ناس كتيره بتراجح ان هو ما مش حاجه ممكن تشوفه في سكاشن بماجنيفيكيشن كويس باللايت مايكروسكوب ممكن يبقى فيزيبل على حته صغيره لكن ايديالي عشان اشوفه اكتر الاحسن اشوفه بالالكترون مايكروسكوب زي الشكل اللي جاي ده. شوف بالالكترون مايكروسكوب هنا ده الساينوسويد اهو ده سكاننج انا فحصت السطح بتاع الليفر بس السطح بتاع الساينوسويد اشوفه من جوه عامل ازاي. تجويف الليفر ساينوسويد هنا هتلاقي الكافيتي بتاعته التجويف مليان الاندوثيليوم مخرمه الخروم باينه اهي شايف النقط الغامقه دي ده كلها فتحات بتاعه الساينوسويد البلاد ساينوسويد. اما الليفر سيلز اهي دي الهيباتوسايت الحدود بتاعها فين السبيس اوف ديس اهو ده اللي هنا الحته دي المنطقه دي ده كده حدود الساينوسويد ودي الهيباتوسايت. الهيباتوسايت هنا مطلع لنا مايكروفيلاي ناحيه الساينوسويد عشان تزود مساحتها مش باينه هنا الايتو سيلز او اللي هي الهيباتيك ستيليت سيلز شوفها في حاجات ثانيه. اما بقى الايتو سيلز دي بقى الخليه دي اللي فيها كلام كتير قوي
مهم لتفهمها، لانها لها دور في النورمال والابنورمال هيباتولوجي، او اللي هو علم الليفر يعني دراسه الليفر. الايتو سيلز سموها الهيباتيك ستيليت سيلز، مشهوره قوي باسم اتش هيباتيك ستيليت سيلز، الاتش اس سيلز دي اللي هي الهيباتيك، دي بيبقى موجوده طله او موجوده في السبيس اوف ديس، فيها ليبيد دروبلتس بتخزن لنا فيتامين اي بالذات، بتريبريزنت بتشكل من تعداد السيلز بتاعه الليفر حوالي 8%. 8% عدد كبير بس مش باينه، لان حجم الخليه نفسه صغير، حجم صغير قوي. بتخزن لي فيتامين اي وبتقوم بدور مهم في الاميونيتي. لما بيحصل رياكشن نتيجه اي باثولوجي بيحصل في الليفر، الخليه دي بتستجيب على طول وبتتحول شكلها، بتتغير منظرها. ده غير ان الايتو سيلز لقوا ان فيها بعض الكونتراكتايل فانكشنز بتقوم بدور بتتحكم في الديامتر او في حجم الساينوسويد، ممكن تزود وتقلل البلاد فلو في الليفر، ليها دور مهم. تعالى بقى كمان الاكتر لما بيحصل ديستراكشن لليفر سيلز، حاجه بتكسر الليفر زي الهيباتيتس، الاقيها بتعمل بروليفريشن، بتكتر في العدد وفي نفس الوقت بتغير الوظيفه بتاعتها وبتبتدي تشتغل زي الفايبروبلاست بالظبط، وتطلع كميه كبيره من الفايبرس كونكتيف تيشو، بتبتدي تطلع اكسترا سيلولار ماتريكس وبتشتغل زي مايو فايبروبلاست بعد ليفر انجري. الكلام ده قالوا ان في النورمال تلاقيها بتميل اكتر الى عمليه تخزين الليبيدز والفيتامينز وشويه كونتراكتيليتي بسيطه، لكن وانس ان ابتدى يحصل ديفيجن او الديفيشن ناحيه الابنورماليتي تبتدي تتغير، تتحول الى فايبروبلاست وتبتدي تبني تطلع كولاجين كتير وتشتغل كفايبروبلاست. ده شكل هنا مصبوغه بالفلوريسنت تكنيك، ستيليت سيلز معموله في كالتشر في بره الجسم عشان تبين السيلز دي، كل واحده مصبوغه بانتي بودي. الانتي بودي اللي هنا مصبوغه بمونوكلونال للانتي سموث ماسل اكتين والاي جي اس سي ايمونوجلوبولين سي، ده كماركر بيميز الايتو سيلز او اللي هي الهيباتيك ستيليت سيلز. تعالى لخليه اخرى ومهمه جدا في الليفر اللي هي الكوفر سيلز او فون كوفر سيلز، قديما كنا بنقول عليها فون وبعدها كوفر سيلز. الفون كوفر سيلز ده هي عباره عن ايه؟ عبارة عن خلية زي المونوسايت، أو هي أصلا كانت مونوسايت عايشة في البلد وبتنتقل من البلد وبتعيش تستقر في الساينوسويت بتاعة الليفر، يعني مكان تواجدها بتطل على الساينوسويت of the liver. هنا عايز أقول حاجة برضو، الهيستولوجي فيه أبديتس دايما وفيه معلومات بنجددها. كان زمان بيقول الكوفر سيلز دي بتعيش عايشة مع الاندوثيليال، مش الاندوثيليام اللي هي ساينوسويد، بنقول انها لايند باندوثيليال سيلز. فكانوا بيقول لك ان الكوفر سيلز عايشه ما بين الاندوثيليال سيلز وبعضهم، لا دلوقتي بيقول لك هي عايشه فوقيهم، يعني طله بتمشي او بتتحرك جوه الساينوسويد، وهي تعتبر كفاجوسيتيك سيلز بتاكل من طبيعتها وبتشتغل ممكن كانتيجين بريزنتنج سيلز، بتتعرض للساينوسويد البلد اللي داخل على طول من الانتستين وجاي برضو جزء منه من السبلين، وخلي بالك اللي جاي من السبلين ده برضو شايل ريد بلد سيلز مكسرة، عشان كده الكوفر سيلز ليها دور مهم في الديفنس وتنظيف الليفر بصفة عامة، بينظفه من كل الحاجات اللي فيه. بريك داون الايجد اريثروسايتس، بتكسر الريد سيلز وبتطلع الهيم عشان يعاد استخدامه تاني، بتريموف البكتيريا والدبريز، كل اي انفيزيف اورجانيزم بتتخلص منه.
تشتغل لنا كأنتيجين بريزنتنج سيل كدور مهم جدا للكوفر سيلز. شكلها عامل ازاي؟ بتلاقيها بقول شوف ان قدامك هنا مستقرة عاملة زي السبايدر مان عايشة جوه الايه الساينوسويد، وشكلها المفرع ده اللي هنا اهي عاملة هنا التفريع دي، المنظر اللي هنا واضح او مبين الشكل واضح جدا ليها. هنا ده شكل الـ H&E section اللي بتشوفه في العملي، لو تشوفه بالتكبير الكبير هتلاقي كوفر سيل النيوكليوس بتاعها دايما بارز وتقيل عن غيره، تلاقي لونه density بتاعته عالية شوية. وده شكل الليفر سيلز، هنا شوف السيلز كبيرة بعضها نيوكليوس واحدة بعضها اتنين نيوكلياي مع بعض. ايه تاني عايزين نشوفه؟ ابص هنا ل نبطل الرسم الاول، الدياجرام اللي احنا رسمناه نراجع على الحته دي مهمه قوي اللي قدامي. ده الفينستريتد اندوثيليوم، فينستريتد بتاع الساينوسويد، يعني من هنا لهنا ده الفراغ بتاع الساينوسويد. الحته ما بين الساينوسويد وما بين الهيباتوسايت اللي هي البينك الفاتح ده، هنا الفراغ ده الاصفر اللي هو السبيس اوف ديس. السبيس اوف ديس هو حته رفيعه جدا عايشه فيها الايتو سيلز او الاتش اس سي هيباتيك ستيليت سيلز. الليفر سيل ناحيه الساينوسويد بيبقى شكلها كده عليها مايكروفيلاي، لكن بينها وبين بعض بتفتح مكان للبايل كاناليكولاس اهو الحته الخضراء الصغيره دي. وبين الليفر سيلز وبعضهم بيبقى فيه ايه؟ الاقي فيه ديسموسومز. ما تنساش ان الليفر الاقي فيه جرانيولز بتاعه الجلايكوجين اللي بتتسبب بيه الباس تكنيك مثلا بي اي اس، ده يبين لي الجلايكوجين في الليفر طلعه باللون البيربل. في خليه مهمه تانية جدا برضو تسلط عليها الضوء حديثا او فيها دراسات كتير دلوقتي، اللي هي الخليه اللي بتعمل لايننج للبايل داكت. البايل داكت قلنا في الليفر في جوه الليفر لوبيول مالوش لايننج من نفسه، هي الهيباتوسايت اللي بتعمل له اللايننج بتاعه، لكن في نهايه الليفر لوبيول بيطلع لي كنال صغيره اسمها الكنال اوفيرنج، وبعدين تكمل تطلع لي منها بتصب في البايل داكتيول. بايل داكتيول دي لايند ابيثيليوم اسمه السيلز دي اسمها الايه كولانجيوسايتس. كل انجيوسايتس دي كل من اللي هو البايل يعني انج يعني فيسل، سايت يعني خليه، يعني الخليه اللي بتعمل لي لايننج للبايل داكت. طيب البايل داكت دي الخليه هتلاقيها حاجه لو كولومنر سيلز، وبتتميز ان فيها مايكروفيلاي كتير ناحيه السطح اللي فيه البايل. الخليه دي شكلها مميز جدا جدا جدا، وما لهاش يمكن حاجة شبهها، لأن بيطلع منها سينجل سيليوم، سيليوم وبيكون إموتايل مش بيتحرك. إزاي؟ قالك بيبقى هتشوف دلوقتي في الرسم أو في الدياجرام اللي جاي شكل السيليوم بتاع الكولانجيوسايتس بيبقى ناحية المرور البايل. هذا السيليوم بيبقى بيشتغل كريسبتور، كريسبتور للحاجة اللي جوه الدكت بتاعة البايل، كميكانو ريسبتور وأوزمو ريسبتور وكيمو سنسوري ريسبتورز. السيليوم ده قلت خلي بالك مش بيتحرك، والتركيبة بتاعته غير السيليوم اللي بيتحرك. اللي بيتحرك كنا فاكرين المجموعات اللي هي التركيبة، عشان الناس بتنسى كتير، ادي جوه السيليوم. جوه السيليوم كنا بنرسم اتنينات او تسع مجموعات من المايكروتوبيولز اتنين وهكذا، كنا عاملين تسعة، وكان في اتنين هنا في النص اللي هما تو سنترال دوبلت، الدوبلت اللي في النص. هنا في السيليوم بتاع الكولانجيوسايتس ما فيهوش حاجة في النص، الاتنين اللي في النص دول مش موجودين، بيبقوا تسعة زائد زيرو، ما فيش سنترال دوبلت. وكذلك الكولانجيوسايتس هتشوف، بص معايا على هنا على الدياجرام احسن على طول، بص المنظر الالكترون مايكروسكوب بشكل جميل جدا للسطح الكولانجيوسايتس اللي بتمشي فيه البايل بتاعنا.
الحتت البيضة الصغيرة دي هي الميكروفيلاي بتاعتنا بتاعت البايل الكولانجيوسايتس. والسيليوم اهو السنجل سيليوم ده اهو اللي باين قوي عامل زي الكرباج طالع من الخلية اهو من واحد واثنين وثلاثة كل خلية طالع لها سنجل سيليوم واحد يقوم بيبقى بيندنج بميل بالشكل ده ودايما بيبقى واخد اتجاه مرور البايل. وزي ما قلت لك له دور كتير دلوقتي ابحاث كتيرة متسلطة عليه لان له دور. اخلي بالي بقى هنا ده الكلام عن الفانكشنز اوف ذا ليفر. الفانكشنز اوف ذا ليفر بدون مبالغه حاجه رهيبه جدا كتير قوي، لكن انا هنا بتكلم بس على الحاجات الميجر الرئيسيه. منها البروتين سينثيسيس، صناعه البروتين بيعمل لي الالبومين، الالبومين بلاد في البلاد بتاعنا مصنوع كله في الليفر، والبروثرومبين والفايبرينوجين عشان الكلوتينج، واللايبوبروتينز والميتابوليزم بتاع الليبيدز والبروتينز تحويل المواد لبعضها وتخزين الجلايكوجين وغيره، كمان صناعة البايل، البايل اللي فيه بايل أسيدز وفوسفوليبيدز كوليسترول، ده كله معمول فين؟ في الليفر. طيب ايه تاني؟ ميتابوليك فانكشنز، عشرات ومئات العمليات من أهمها الجلايكو الجلوكو عفوا جلوكو نيوجينيسيس، يعني تحويل المواد اللي هي مش كربوهيدرات الى جلوكوز، يحول لي الامينو اسيد والليبيد يقلبهم الى جلوكوز عند الضروره. كذلك الميتابولايت ستورج بيخزن لي الليبيدز والكربوهيدرات، مش هو بقى بيخزنها فيه ده بينقلهم لاماكن تانية، ممكن يحول المواد الى بعضها وينقل الليبيد ممكن من مكان لمكان، ياخده من عنده وينقله فيه مخزنه في الاطراف في البريفرال تيشوز. الليفر بيقوم تاني بيعمل لنا الديتوكسيفيكيشن، عمليه مهمه جدا التخلص من كل الحاجات اللي بناكلها او بالذات التوكسينز والدراجز الادويه اللي بناخدها، بيعمل لها عمليات زي الاكسيديشن الميثايليشن كونجوجيشن. الكوفر سيلز بتقوم بعمليه اميونيتي، عمليات اميونيتي بتخلص الجسم من الريد بلاد سيلز القديمه بتكسرها، والهيموجلوبين بتاخده تعيد تصنيعه من جديد تعمل له ريسايكل. الهيباتوسايد بتكونفرت الهيدروفوبيك توكسيك بيليروبين، البيليروبين بتساعد الجسم التخلص من البيليروبين. ولما نشوف في ناس اللي بيحصل لهم ليفر فيلير بيحصل عنده بعينيه بتصفر لان البيليروبين في الدم بيعلى والليفر سيلز مش قادره تتعامل معاه. كذلك الليفر بيعمل لنا تخزين زي ما شفنا في الايتو سيلز او اللي هي ستيليت سيلز فيتامين اي اند كي. طيب الافكت بقى تعالى ده احسن حاجه نعرف بيها وظائف الليفر لما تشوف حد عنده ليفر فيلير. في الليفر فيلير بص على العيان ده شكل تيبيكال للعيان الغلبان اللي عنده ليفر فيلير، وده كومن قوي تشوفه. العيان ده لما تمسكه من فوق لتحته كده من دماغه هتلاقي عنده كوما، مش واعي، تركيزه قليل، بيبتدى وعيه يروح، في الحالات الادفانسد بيجي له كوما ومش دريان بالدنيا. نتيجة طبعا الكيمستري بتاع البلاد كله بيتلخبط. ايه تاني؟ والبيليروبين توكسيسيتي بتاع البيليروبين على البرين بيعمل مشاكل جامدة. بتلاقي في حاجات على السكين بتحصل حاجات يشوفوها تشوفها كلينيكال ان شاء الله، بتلاقي بعض حتت نقط محمرة هي عبارة عن دايليتد كابيلرز في السكين بيسموها الايه سبايدر نيفاي. نيفاي اللي هي الحسنات اللي بتطلع على الجلد دي، فدي يسموها زي السبايدر او زي العنكبوتيه الشكل كده، دي حتت فيها كابيلاريز رفيعه دايليتد بتبقى يعني علامه من علامات الليفر فيلير. جاينيكوماستيا هو انلارجمنت اوف ذا ميل بريست، البريست بتاع الميل يبقى انلارجد نتيجه خلل في الهرمونز الميل سكس هرمونز او الفيميل سكس. الجوندس نتيجه ارتفاع نسبه البيليروبين، الليفر مش عارف يتعامل مع البايل فيحصل له جوندس. اسايتس يعني ايه اسايتس؟ اسايتس يعني accumulation of fluid جوه الابدومينال كافيتي، جوه السيروس ميمبرين اللي جوه اللي هو البريتونيوم يتكون فيه فلويد كتير
ليه جرى فلويد؟ خلي بالك فلويد هنا موجود وفي إديمة برضو في الأنكل اهي. الأنكل إديمة. الإديمة هنا يعني معناها ان التشو فيه مية كتير. التشو دايما فيه مية كتير. القضية ان اثناء السيركوليشن ايه اللي بيخلي الفلويد اللي بينزلها البلد يرجع تاني للبلد؟ ان في حاجة اسمها خاصية في البلد اسمها الأوزموتيك بريشر. الأوزموتيك بريشر بتاع البلد بيعتمد اساسا او كتير قوي على وجود البروتينز. فلما بتقل البلد بروتينز او يحصل هايبو البومينيميا يبتدي البلد ما يقدرش يسترجع الفلويد تاني من البريفرال تيشو. فيبتدي الفلويد يتراكم في التيشوز في البريفرال سيركوليشن ويعمل المنظر اللي هو بتاع الاسايتس. تلاقي العيان بطنه اتنفخت بتملت بالفلويد ورجليه اذا كان بيرقد كتير او بيقف كتير تلاقي تراكم فيها الميه القديمه نتيجه النقص الاوزموتيك بريشر بتاع البلد. حاجات كتيره قوي لخبطه كتيره بتحصل مع الليفر، منها حاجه اسمها الفلابنج تريمور. تلاقي العيان يقولوا له شد ايدك كده لقدام تلاقي بتترعش. طبعا بتبان لخبطه لو عملت له تحاليل في الكيمستري بتاع البلد او الانزيمات اللي بتطلع وغيرها وغيرها. علامات كتيره قوي بتبان، ومن ابرزها الصفره اللي هي الصفار اللي بيبقى فيه العين، البياض السكليره بتاعت العين بدل ما بتبقى بيضة نورمال خدت صبغه البيلروبين اللي لونها اصفر. اخيرا عندنا كلمتين هنا عن الجول بلادر. والجول بلادر ده هي عباره عن حويصله المراريه، حاجه صغيره بتلاقيها تحت في الانفيريور سيرفيس اوف ذا ليفر، تحت خالص قاعده. هي مخزن البايل بنحط بنخزنه فيها. بتطلع الهيباتيك بايل داكت اللي طالعه من الليفر، هيباتيك بايل داكت بتجمع مع السيستيك داكت وتعمل لنا الكومن بايل داكت. الاثنين بيجمعوا بعض وبعدين الاثنين يطلعوا يقابلوا البنكرياتيك داكت ويصب في الامبولا اوف فاتر في الديودينا. عشان يطلع عصاره البايل دي مهمه جدا لحاجتين، عشان عمليه الدايجيشن اتسلف نهضم بيه الاكل، البايل ده مهم في الهضم، وبعدين نمره 2 عشان التخلص من التوكسينز. الليفر بيرمي فيها حاجات مش كويسه عشان يرميها في تنزل مع الاستول في الفضلات. الجول بلادر بتبقى شكلها معروف وبتبقى دايما لونها مخضر والمحتوى بتاعها باللون الاصفر، وهي اللي بتخلي لون الاستول يتغير واخد اللون البراونش كلر دوت او اليلوش براون للاستول. الجول بلادر لما تيجي هيستولوجي بتاعها تشوفه هتلاقي الاستراكشر بتاعها زي الميوكس ميمبرين بتاع الدايجستيف تراكت. كنا قلنا ان في اربع طبقات، ميوكوزا صح فيها ميوكوزا، صب ميوكوزا لا مفيش، اسفين ما فيهاش صب ميوكوزا مفيش، وفيها ماسكولوزا ماسل لير، وفيها سيروزا. يعني ايه بقى الكلام اللي بتقوله؟ بص على السكشن اللي قدامنا هنلاقي فيها ميوكوزا يعني ميوكس ميمبرين سيمبل كولامنر ابيثيليوم، تيبيكال سيمبل كولامنر ابيثيليوم، ودايما تلاقيه فولد تلاقيه معرج قوي قوي وتعريق طالعه نازله طالعه نازله. ده اللي بيميز الجول بلادر، ودي اللي فيها مايكروفيلاي عشان بتتعامل مع الميوكس بتاع بتطلع ميوكس جوه الايه اللايننج بتاعها. السيلز ديت بتاعت الميوكوزا بتبقى دايما تيبيكال سيمبل كولامنر ابيثيليوم وفيها مايكروفيلاي صغيره. صاب ميوكوزا قلنا مفيش، يعني ايه؟ يعني كونكتيف تيشو بس خفيف قوي نسميه كوريا، بس حته خفيفه. المصل لير لازم في حته مصل حوالين الجول بلادر علشان تعمل الايه الكونتراكشن. السموث مصل ديت بيتحكم فيها شويه هرمونز تقدر تحركها تعمل كونتراكشن اثناء ما الواحد بياكل، تفضي الايه لما الواحد ياكل تفضي الكونتنت بتاعها في الديودينا تقوم تساعد على الدايجستشن بتاعنا. وبعدين في الاخر طبعا ده سموث مصل ماسكولوزا، وعندي طبقه سيروزا متغطيه ببيرتونيوم بيرتونيال كفرنج سيمبل سكويموس ميزوثيليوم.
تعال نبص على الشكل بتاعنا بقى، ودي اخر بليت عندنا في الدرس بتاعنا. الشكل زي ما قلت لك مميز قوي، التمييز بص الفولدنج اللي موجود في الجلاد الكول بلادر. بص معايا على الشكل العام بتاعها، هنا المنظر التعريق طالعه نازله طالعه نازله، حاجات كتيره قدامك تحت، واللايننج بتاعها لما تيجي تكبره بالعدسه على الهاي باور هتشوف تيبيكال سيمبل كولامنر ابيثيليوم واضح زي الشمس. النيوكلياي بتاعته كله بتبقى بيزل تحت، اوفال بيزل اوفال بيزل جنب بعضها. تعالى ده مش صب ميوكوزا، دي اسمها كوريام كونكتيف تيشو، كوريام من الكونكتيف تيشو مش لاير نقدر نقول صب ميوكوزا. واخيرا الطبقه دي الحته دي هي السموث ماسل اللي هي بتاعه الايه الماسكولوزا. وفي اخيرا حاجه خفيفه غلاف من البريتونيال كفرنج. ده باختصار الثلاث طبقات الرئيسيه في الجول بلادر. امل ان شاء الله نكون استفدنا النهارده من كلامنا عن الليفر، واشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم.